قبل ما نبدا الفيديو كده نصلي على النبي في قلبنا الاول. يا مساء الفل. طب كويس ان هما ما وقعوش، ده البيض غالي قوي. حتى وانتوا صغيرين ما بتنفعوش في حاجه. بقول لكم يا جدعان، سايب لكم تطبيق في الكومنتات بيخليك تاخد ثواب طول اليوم. لما بتقفل التليفون وبتيجي تفتحه تاني بيخليك تصلي على النبي زي ما انت ما هتشوف كده. بص يا صاحبي، هتفتح البرنامج عادي، هتخرج كده، هتعمل بقى اي صلاه انت عايزها. اللهم صل وصل على النبي صلى الله عليه وسلم. زي ما انت عايز هتعمل صح، هتخرج، هتقفل التليفون وتيجي تفتحه تاني صلى الله عليه وسلم زي ما انتم شايفين كده. هسيب لك لينك التطبيق في الكومنتات، حمله وادعي لي. اللي بعده، يا حرام عليك يا تفخات جدك وجعته. ولا يا غبي، يخرب بيت امك. مش فاهم يعني انت سايب الخازوق اللي فوق ده ليه يعني؟ انتوا بتربوهم ولا ايه؟ انت بتعملي يا حاجه؟ مش ده المي؟ سبحانه، سفينه بتعمل صوت سفينه. اللي بعده، هابي هالوين. يام 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 يام. بقول لكم يا جدعان كفايه لحد كده. سلام عليكم.